ومرة كنت غرقانة بزعلي وقهري لدرجة إني ما سمعت صوت القطار الجاي. وقتها ما بعرف من وين طلع لي ولد مثل المنقذ. أنتي مجنونة؟ لو ما أنا لحقتك مثل سوبرمان كنتي متي. ليش ما عم تحكي؟ أنتي ما عندك لسان؟ قولي شي، قولي أي شي. أنتي خرسة؟ لو ما هيك كنتي بتقولي أي شي. ليش قاعدة أنتي هون بالليل؟ تعرفي قديش الساعة؟ 10. ليكي قبل ما يروح حطلي بإيدي هدية. سميها هدية ولا أقول إنه ألزمني بالوقت؟ أنا كنت مدينة بحياتي إله، أو بالحقيقة عم بتنفس هلأ بفضله. خلي هاي معك لما تكون زعلان تطلع فيها. لا بقى تمشي لحالك بالليل أبداً، هاي أوامر سوبرمان. سوبرمان عطاني الأمر وراح، بس أبي يومتها طلع خلقه كتير. وين كنتي؟ بتعرفي قديش ساعة بهالوقت؟ نحن قلقنا عليك كتير. أخي عثمان بكفي هيك بس. ليك رجعت هلأ، ما في داعي للصراخ. يلا روح، مرتك عم تستناك جوا. ما رح تلاقي مكان، بس في حدا قدر ينزع العلاقة اللي بيني وبين أبي، هديك المرة اللي كانت مرته لأبي، بس هي مانا أمي. لا بقى تعملي هيك يا رانو، تعرفي مو هيك؟ لأنه أبوكي بيحبك كتير وبيخاف عليكي، وهو دائما بيحبك. لا تعملي هيك يا حبيبتي.